وطن ام تي في ولمحه عن سهره الاحد على شاشه الام تي في. امبارح بعد الاخبار كنتوا على موعد مشاهدينا مع حلقه جديده من عاطل عن الحريه بالموسم الثاني، برنامج الاجتماعي الانساني اللي يمكن لاول مره بيدخل السجون بلبنان وتحديدا سجون النساء كمان، وبيقدم فرصه للسجناء نفسهم حتى هن يحكوا قصتهم بلسانهم. ويمكن هون لاول مره كمان مشاهدينا عم نشوف الناحيه الانسانيه من هالسجناء، وبيعرفونا بالتفصيل عن الأسباب أو الظروف اللي أدت لارتكابهم هالجريمة اللي بالتالي كمان دخلتهم على السجن. خلينا نتوقف هلأ مع مشهد من حلقة امبارح من عاطل عن الحرية. هلأ وصل حكيم. شو بتقولي؟ ما بعرف. أنا عارف بالقلك مبروك. رجع اكتفاء مادة واطلع سراحي. ميرسي حضرتك. يا مبروك. زينب المولى اللي انحكمت اعدام، القضاء اللبناني اعاد النظر بملفها وبكل ملابساته واصدر حكم بالجريمه على اساس انها قاصر، وبالتالي خفت حكمه لاكتفاء بمده السجن يلي هي 6 سنوات. ومع كل اخلى سبيل سجينه اصوات الزغاليط بتعلى وصيحات الفرح بتملي الجو. يا صبايا مثل ما الله فرج عني كلكم. مبروك. انا بحبكم كثير وما راح انساكم. ما بعد زينب بتودع ذكريات السجن ورفاقه وبتنشر بدورة الفرح والامل لكل سجينه بسجن بعبدا تحضر حالها للحرية. صبايا انا هلا رح فل، رح اشتغلكم كثير، وكنت عاطله عن الحريه وهلا بطلت عاطله عن الحريه، طالعه للحياه جديده. ما تقطعوا الامل، خلوا املكم كبير برب العالمين والله يفرج عنكم. واهل زينب يلي خسروا بنتهم 6 سنين، 6 سنين مسجونه والعيله مفرقه، 6 سنين من البقاع لبيروت هالعيلة نزحت من بعد طول الفراق. ممنونين الان تي في وممنونين الشباب كلها اللي تعاونت معنا وساعدتنا. والامن الداخلي كمان كلهم. الحمد لله يا ماما، كتر خير الله. الحمد لله، الله يفرج على كل انسان يا ماما، وكتر خير العالم اللي ساعدتنا يا امي، لانه حرتمونا وتحرمنا من جميع الجهات. اليوم هالعيلة انعطاها فرصة جديدة، فرصة احتضان بنتهم من جديد، ولانه الحرية بتحرز هالقد، ولانه السجن بضل نقطة سوداء على السجل، نتوجه الليلة لكل عيلة بلبنان مهما اختلفت انتماءاتها وبيئتها، ومندعيها لمتابعة واحتضان الأولاد وعدم الاستسلام معهم لأي ظرف أو مشكلة تحصل خارج عن إرادتهم. قصة مؤثرة هون، العدالة تحققت وزينب أطلقوا صراحة من بعد ما كانت قضت حوالي 6 سنين بالسجن، بعد أكيد الجريمة المروعة اللي هي ارتكبتها مع زوجها. زوجها بعده محكوم بالإعدام بالسجن وهي أعادوا النظر بالقضية وأطلقوا صراحة. هلأ هون الهدف من هالبرنامج يمكن مش أنه نتعاطف مع هالسجنة، ولكن أوقات منشوف مثل ما قلت قبل الناحية الإنسانية من هالأشخاص اللي بالنهاية أوقات هن بيكونوا ضحايا المجتمع
فبالتالي بيلجأوا لهالأساليب ولهالجرائم لأنه ما بيكون عندهم خيار آخر، وأكيد بيدفعوا الثمن مثل ما دفعت زينب 6 سنين من حياتها. على كل إن القضاء أعطاها فرصة جديدة بتأمل تستفيد منها. كمان مشاهدينا بدنا نخبركم على قناة جديدة للإم تي في، أول قناة عبر الإنترنت، وهي إم تي في بزنس شانل، أول قناة لبنانية عبر الإنترنت مخصصة بعالم الاقتصاد والأعمال. هالقناة المميزة بتعرض لقاءات مع رجال ونساء أعمال ومبادرين رواد بمجال عملهم، بالإضافة إلى بتضوي على أبرز الإنجازات وقصص نجاح بتستاهل إنه نضوي عليها أكيد ونعرفكم عليها عبر إم تي في بزنس شانل، موقع محطة جديدة للمبادرين والمبتكرين الشباب. للمزيد من التفاصيل بكل سهولة ادخلوا على الموقع اللي هو www.mtv.com.lb/business. أما هلا من البزنس للتكنولوجي، أخبار جديدة محضر لنا إياها فادي بفقرة تكنولوجي.